بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. وإحنا النهاردة بنبني في 10 بيوت محمية، 10 بيوت محمية، أو بنعتبرهم إحنا بنقول عليهم مجمع أو صالة، سميها زي ما تسميها. ولكن يعني دايما السؤال الشائع بتكلفة البيوت المحمية قد إيه؟ ودي أول سؤال. السؤال الثاني، هل المبنى البيت السنجل اللي هو المفرد يعني، أو المجمع بيكون أفضل؟ تمام. وبعد كده هل المكيف ولا العادي أفضل، والليلة اللي احنا عايشين فيها ده هي؟ تمام. أولا ما فيش إجابة قاطعة للموضوع ده هو، ولكن على قدر استطاعتي هقدر أوصل لك الفكرة من خلال العملي واللي انت شايف قدامك ده هو. أولا شايف قدامك ده بلدوزر بسوي التربة عندي، لأن كل التربة ما كانت فلات أو كانت متسوية كويس، كل ما ريحت الناس اللي هي بتعمل على إقامة البيت المحمي ده هو، إن الميول بتاعتهم تكون مظبوطة والشغل بتاعهم بيكون مظبوط، لأن الأرض تحت ممهدة ومتسوية بالنسبة له، فأموره سهلة. دي رقم واحد. رقم اتنين، بستفاد من التسوية ده هي في عملية الري، وإن يكون في سيمترية في النبات، النبات كله يكون طول بعضه، لأن لو أنا عندي مرتفعات ومنخفضات في أرض الصوبة لا يمكن أضبط الري. وبالتالي طالما ما تمتش عملية ضبط الري بالطريقة السليمة، يبقى أكيد التسميد مش هيكون بالطريقة السليمة. ليه؟ لأن أنا مدوب أساسا، عامل مدوب الأسمدة في مية الري، فطالما مية الري ما وصلتش يعني ما وصلتش لكل النباتات بالتساوي، أكيد هيبقى السماد نفسه مش هيوصل للنبات كله بالتساوي، وبالتالي هيحصل فيه مشاكل في الـ الـ في هيحصل مشاكل كبيرة بالنسبة لطول النبات نفسه. تمام. في نبات عالي ونبات واطي، وحته منخفضه وحته عاليه، والدنيا مش هتكون مظبوطه معاك كويس، فعشان كده لازم التسويه. تمام. بعد كده السؤال اللي بيتسأل، عرض البيت المحمي كام يا جماعه؟ عرض البيت او البيت نفسه. تمام. عرض البيت المحمي، انا بقول البيت ما بقولش صاله وبقول مجمع. تمام. لان اذا كنت انت بقى عايز تعمل صاله ولا مجمع، ده يبقى مجموعه بيوت. تمام. لان البيت بتاعك بيكونه مجموعه غرف. تمام. ولكن هو في الاول ايه؟ بيت او شقه. تمام. فاحنا بنعتبر المجمع ده هو من القايم ده هو للقايم ده بنعتبره بيت. تمام. سنجل يعني مفرد. تمام. طيب المسافه من البايب ده هو لحد البايب ده، او عرض البيت المحمي ده، بيكون كام؟ والله هو في عدة قياسات، فيه منهم بيكون 6 متر، وفي منهم بيكون 9 متر. أنا بتكلم على العرض يا جماعة. في البيوت المحمية طبعا بيكون في حدود 8.5 متر. واحد يقول لي طب ليه 8.5 متر بالظبط؟ لأن القوس اللي بيعمله، اللي أنت هتشوفه بعد كده، القوس اللي قدام حضرتك ده هو الحديدة المتنية دي اللي عاملة قوس ديت، هي أساسا بتكون 9 متر، فلما بيديها الكيرف ده أو المنحنى ده هو، فبتكون له تحت 8.5 متر، وبناء عليه هو بيقدر يحط بيعمل عرض القوس. دي رقم واحد. رقم اتنين، لو هو جاي يغطي بولي كربونايت، تمام، البولي كربونايت نفسه، لوح البولي كربونايت او لوح البولي كربونايت بيكون 9 متر برضه، يدوب بيكفي، او 11 متر مش فاكر، يدوب بيكفي الحتة دي. طب وهو ما يزودهوش ليه؟ لان الشاحنات اللي بتشحن بتكون الكونتر بيكون الكونتينر بيكون يعني المقاس بتاعه كده. المهم، فطب انت يا باشمهندس بترجح ايهم بقى؟ ايهم انت بترجحه؟ انا برجح والله البيت اللي هو التسعة. طيب التسعة متر انا بحبه، او التمانية ونص اقصاها. الستة انا ما بحبوش، لان انت بتحس انك انت متكتف داخل النبات. طيب بالنسبة بتحب تحس انك انت متكتف داخل البيت والاضاءة بتكون معدومة، وخصوصا لو كان البيت الطول بتاعه مش عالي. طيب انت بتفضل البيت اللي هو الطول بتاعه، اللي هو الطول بتاعه من الباب اللي بره اللي ورا لحد الباب اللي قدام، الطول بقى بترجحه يكون كام؟ انا عن نفسي برجحه ان هو يكون قصير البيت، ما يكونش 60 متر، ما يكونش 60 متر. لا طبعا هو في البيوت المكيفة لا يمكن يكون 60، هو اخره في البيوت المكيفة 36 متر، في البيوت المكيفة بيكون 36 متر. تمام.
وهقول لك ليه 36 متر، لانه هو بيسيب جنب المروحة متر ونص او مترين، وجنب خلية التبريد متر ونص او مترين، فبيبقى في حدود 3 متر او 4 متر متاخدين من 36، فبيبقى الصافي عنده 32 او 33 متر اللي هم بيزرع فيهم. طيب لو البيوت عادية يا جماعة، لو البيوت عادية انا برجح اللي هو 9 في 40. التسعة في 40 هقول لك ليه، لان انا عندي ما بعتمدش، ما عنديش مراوح تشفط الهواء او تعمل لي تهوية صناعية، فبالتالي انا بحاول اهوي، بفتح البيت اللي هو الخلفي والبيت الامامي اللي هو في الصوبة عندي، تمام؟ طيب لما بفتح الهواء ده بيمر منين؟ بيمر في خلال النفق او في خلال البيت ده. البيت ده هو لو البيت عندي 40 متر هيبقى المرور بتاعه سهل، المرور بتاعه سهل، اما 60 متر ده بيبقى صعب قوي ان الهواء يمر من الباب الخلفي للباب الامامي، على اساس ان حضرتك مقيم البيت في بلد زي بلدي مصر مثلا، انك مقيم البيت من الشمال الى الجنوب، اللي هو الشمال دايما عندنا في مصر بيكون اللي هو الجهة الاكثر نشاطا لهبوب الرياح، فبيجي من الشمال الى الجنوب، يعني من البيت الخلفي للبيت الامامي، فبيقطع مسافة كبيرة، فالتهوية ما بتكونش مظبوطة. اما لو 40 متر التهوية الى حد ما بتكون كويسة، تمام؟ طيب الرجالة اللي انت شايفهم ده هو عمالين بيحطوا في البيوت المحمية ده هي. طب اتكلمنا على عرض البيت في البيوت العادية والبيوت المكيفة. طيب القوايم اللي الراجل بيحط عليها القوس ده هي، دول كم قايم، والمسافة بين القايم والقايم قد ايه، وهل بترجح البيت المرتفع ولا المنخفض؟ لا، انا اول حاجة اتعلمتها في البيوت المحمية من خلال خبرتي الشخصية، ماليش دعوة بالكتب والليلة اللي احنا عايشين فيها دي، انا اكتر حاجة واحسن حاجة احبها ان البيت يكون عالي. البيت لو قدرت توصله ل 10 متر يا ريت تقدر توصله ل 10 متر، تمام؟ اما انا هنا البيت عندي القايم ده هو في حدود 3 4 متر، 4 متر القايم ده هو. طيب في 50 متر تاع 50 سنتي، 50 سنتي تحت مدفونين في التربة، والصافي عندي كام؟ 3 متر ونص. 3 متر ونص، ولو شفت في نص القيس بالظبط هلاقي ارتفاعه متر، يبقى انا عندي كده 4 متر ونص، دول ما شاء الله ممتازين جدا جدا جدا، تمام؟ طيب ما بين القايم بقى والقايم اللي انتوا شايفينهم دول، القوائم دول كام؟ 2 متر و70 سنتي، 2 متر و70 سنتي. في ناس بتعملها على 3، از يو لايك، زي ما تحب، بس ما يزيدوش عن كده، علشان كل ما زاد كل الدنيا ما كانتش كويس. طيب التكلفة بقى يا جماعة هتيجي على، هتتحسب على حسب ايه؟ والله هتيجي على حسب حاجات كتيرة جدا، يعني خد بالك معايا. اول حاجة الحديد اللي حضرتك هتحطه هو حديد عادي ولا حديد مجلفين الجلفنايز. في ناس بتستخدم الحديد العادي، في ناس بتستخدم الخشب، في ناس عندنا في مصر بيستخدموا الخشب وماشي كويس، تمام؟ في ناس بتستخدم الحديد العادي اللي هو العادي جدا، وبيصبغوه او بيدهنوه بويه وبيمشي معاهم. الحديد اللي قدام حضرتك دوت ده مجلفا، تمام؟ دي اول حاجه، يعني السعر يختلف من الحديد العادي للحديد المجلفا، عشان كده بقول لحضرتك صعب انك تتنبأ، ولكن في الاخر اقول لك برضه هي هتكلف كام، تمام؟ طيب دي حاجة. الحاجة التانية، انت لو جايب حديد مجلفا يبقى برضو داخلة الدنيا في حاجة تانية خالص، اللي هي ايه؟ اللي هي حضرتك السمك الحديد نفسه. في سمك 1.8، في سمك 2 ملي، في 2.5، يعني حسب، في حاجات كتيرة، انا مش متخصص اوي في الحتة ديت، ولكن اللي قدام حضرتك ده هو ظروفه ايه، تمام؟ اول حاجه القوس ده يا جماعه، القوس نفسه اهو، القوس اللي هو الاتنين قوايم والمنحنى اللي فوقهم دول بيتكونين من ايه؟ دول بيتكونوا من 3 اصناف من الحديد. اول الاقواس اللي القوايم اللي تحت دي كام يا جماعه؟ دي 4، دي 4 متر القايم فيهم طوله، السمك بتاعه 1.8، تمام؟ سمك الحديد نفسه. طيب 2 بوصة، تمام؟ ده اللي هما الاتنين قايم دول، الواحد فيهم 4 متر، تمام؟ دي أول حاجة. اللي فوق بقى المنحنى اللي فوق ده خالص، أو القوس ده اللي عامل المنحنى ده، ده 1.5 بوصة. طيب طوله قد إيه؟ اللي قدامك القوس اللي قدامك ده هو 1.5 بوصة،
طوله قد ايه؟ طوله يا جماعة 9 متر. لما هو بيقوسه او بيديله الكيرف اللي قدامك ده، هو بيصلي على 8 متر ونص. بيوصل هو بيقويه تاني اهو، بقايم من واخد من هنا قدامك اهو، من اخر القوس من هنا لاخر القوس من هنا، ده بيكون 1 بوصة و7 متر طوله، والتلات قوايم اللي هم ماسكينهم ببعض دول حوالي 3 متر و1 بوصة برضه. يبقى انت عرفت المكونات بتاعته، تمام؟ تقدر تحسبها وتحسبها كويس جدا، وهقول لك يعني امورك تتحسب ازاي، تمام؟ دي كل الليله اللي في القوس. طيب لو انا بقى عندي قوس 40، يبقى احسبها ازاي يا باشمهندس؟ احسبها سيدي زي ما قلت لك كده، احسب ال 40 متر على 2.7. طب ال 40 متر دي اللي هي 40 متر طول البيت، طب 2.7 دي ايه؟ دي هي الاقواس بقى. ما هو من القايم ده للقايم ده اقول له 2 متر و7 و70 سم يعني، تمام؟ يبقى هتطلع لك الليلة عندك كم قوس، وزي ما قلت لحضرتك القوس ده هو بيتكون من ايه؟ حاجة بسيطة جدا هي، تمام؟ بعد ما بيعملوا كده، هم في 3 مدادات بس بياخدوا البيت من اوله لاخره. ال3 مدادات برضه دول كام؟ دول 1 بوصة يا حضرات، دول 1 بوصة يا حضرات، تمام؟ ده كل الليلة دي. الليلة ده هي يا جماعة مكلفاني كام؟ او القوس ده هو اللي هو القوس اللي قدام حضرتك ده، هو الطول بتاعه 40 متر، العرض بتاعه 8.5 متر، تمام؟ اهو اهو 8.5 متر، تمام؟ طيب ده عامل قد ايه بقى؟ مكلفنا فلوس قد ايه؟ ده تقريبا يا جماعة على الحال اللي هو فيه ده، هو جلفنايز كله، تمام؟ والقوائم بتاعته مواصفاتها ان هي 2 بوصة، تمام؟ القوايم 2 بوصة، طول القايم فيهم 4 متر، 50 متر، 50 سنتي تحت، و3.5 متر فوق، تمام؟ عندي اللي فوق ده او المنحنى اللي فوق او القوس اللي فوق المقوس ده، هو ده ماسورة 9 متر، 9 متر، تمام؟ بتصفي طبعا بعد المنحنى على 8.5 متر. القطر بتاعها 1.5 انش او 1.5 بوصة، تمام؟ والسمك بتاع الحديد بتاعها في حدود 1.8، اللي هو من الراجل ده للراجل ده، هو اللي بنحمه اهو، اللي هو ماسكهم زي ما قلت لك قبل كده، المدادات اللي ماسكينهم دول، دي 1 بوصة طولها 7 متر، والتلاتة الباقيين 3 متر، يبقى القوس برضه هياخد كام؟ 10 متر ماسورة 1 بوصة، تمام؟ قصة ده هي تقريبا بتكلف في حدود من 1700 إلى 2000، إلى 2000 دولار، من 1700 إلى 2000 دولار، تمام؟ القصة دي ممكن تتعمل بأقل من كده، وممكن تتعمل بأكتر من كده. تتعمل بأقل من كده لو انت حضرتك انت اللي جايب الحاجات بتاعتك. ممكن لو الحديد ده هو عادي، تمام، وهو مش مجلفن يعني او جلفنايز. ممكن في بلاد بيزيد فيها سعر الحديد عن الحديد عن بلد تانية. القصة مختلفة جدا، وكل واحد هيعملها، ولكن الرينج بتاعها فعلا نقدر نقول بالورقة والقلم ان الحديد المكلف، شايف التنظيم وشايف الشغل، هتلاقيه في حدود 1700 دولار ل 2000 دولار، يعني في حدود اللي هي طبعا دي 40 متر في 8.5 او 9، يعني سميها زي ما سميها عندنا في مصر، تمام؟ طبعا انا مش هتكلم عن الغطا، لان الغطا ده طبعا بيختلف، ليه حلقة تانية خالص، بيختلف من مكان لمكان. انت هتغطي ببلاستيك حياك الله، هتغطي ببوليكربونايت، هتغطي بفايبر جلاس، دي حاجة ترجع لك انت لوحدك. بكتفي بالقدر ده عشان متزهقوش مني، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.